اليوم نحكي لكم على اسم التصق بتاريخ الصوفية التونسية. هي كانت معروفة بالكرم والزهد، مثال في حب الآخرين وأعلاء قيم الإنسانية. ساهمت في المدافع على حق المساواة، مش بالمطالبة به مباشرة لكن بفعلها ومنهج حياتها. نحكي لكم اليوم على السيدة المنوبية، اسمها عايشة بنت الشيخ أبي موسى عمران بالحاج سليمان المنوبي، أمها فاطمة بنت عبد السميع، ولقبوها بالسيدة المنوبية. تولدت السيدة المنوبية عام 1190 ميلادي في ولاية منوبة. علمها أبوها القرآن حتى حفظته عن ظهر قلب، ربيها تربية دينية ومحافظة. وملي كانت صغيرة كان عندها ميول صوفية، كانت ديما تزور مقامات الأولياء الصالحين، تستعلم على فعلهم وعلى علمهم. اقتحمت عايشة المنوبية المجال الذكوري والحقل الصوفي اللي ما كانش يسمح برشا بظهور النساء الصالحات فيه مقارنة مع الرجال الصالحين. في العهد الحفصي كانت المعرفة وحتى السعي لها حكر على الرجال أو بعض النساء فقط من العائلة الحاكمة. على هذاك مثلت السيدة المنوبية استثناء، خاصة وأنها تنحدر من عائلة فقيرة، مكانها نبوخة من الاختلاط بعلية القوم كما الأمير الحفصي أبي محمد عبد الواحد، وتعلمت الكثير من أبي سعيد الباجي والتقرب من أبي الحسن الشاذلي والتعرف على الطريقة الشاذلية، وبعد ولا هو معلمها الروحي. تأثرت السيدة المنوبية بأبي حسن الشاذلي وبأفكارها ونهجها الديني، وهو اللي تعرض كيفها إلى الرفض من عند عديد الفقهاء. تجاوزت السيدة المنوبية المألوف وحركة السواكن في عصرها، كانت تتجول في الشوارع كيفها كما الرجال، الحاجة اللي خلت واحد من الفقهاء المتشددين يطالب وقتها برجمها. الحادثة هذه كانت نقطة تحول في حياتها، رغم رفض الفقهاء المسلمين لها أو بعض منهم، واصلت طريقها حتى أثبتت صلاحها والاعتراف بوليتها. تأكد برشا روايات أن السيدة المنوبية كانت امرأة فيقة الجمال، وتعرضت لبرشا مضايقات مجتمعية أخلاقوية، الحاجة اللي خلت بوها يخمم يزوجها الواحد من الأقارب متاعهم باش يمنع عنها الكلام، لكنها رفضت وقت اللي ما كانوش نساء ينجموا يقرروا مصيرهم وحدهم. عادة ترتبط بولاية المرأة في جميع الطرق الصوفية ديما بمدى طاعتها للراجل، يعني والدها أو زوجها. الحاجة اللي ما عملتهاش السيدة العايشة المنوبية، اختارت عالم الروحانيات، المعرفة، وأنها هي تكون يمكن على الطريق هذية الخاص اللي هي اخترته. كانت السيدة المنوبية مختلفة عن غيرها من النساء الصالحات، لأنها زادة كانت تتميز بالعلم والمعرفة والسعي المتواصل ليه. كان عندها جملة ترددها برشا وديما وفي كل مكان، أنا سيدة الرجال، أنا فارسة الفرسان. الحاجة اللي ديما تقول وتأكد على قوة شخصيتها وإيمانها إلى حد الهذيان بأن الله أحبها واختارها واصطفاها وزينها وسقاها بيده وجعلها زينة الأولياء. تقول الأساطير والحكايات الشعبية اللي السيدة المنوبية عندها قدرات خارقة في العلاج. ما كانتش السيدة المنوبية أو عايشة المنوبية بنت الولي الصالح سيدي عمر الشيخ عمران ابن الحاج سليمان المنوبي مجرد سيدة تقربت للمولى بالكرامات والأعمال والحسنات، لكن عام 1266 وبعد ما توفيت السيدة عايشة المنوبية، قاموا أهالي منطقتها في منوبة ببناء زاوية تكريما لها اسمها زاوية السيدة المنوبية. هي اللي كانت طول حياتها وحسب ما يتقال عليها ما تروح لدار مقامها كان ما توزع آخر دينار تملكه على المحتاجين. هي اللي تقربت إلى الله محبة وسعي لإرضائه دون غيره، وتستحق ذكرها وسام شرف. وسام شرف.